بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ دكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. يسعدني أن أرحب بكم في الأكاديمية، ذلك الصرح العربي الشامخ، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية. مرحبا بكم في كلية النقل الدولي واللوجستيات، حيث يبدأ الطلاب بالتقديم للكلية من خلال عمادة القبول والتسجيل وتقديم الأوراق المطلوبة. وتعد كلية النقل الدولي واللوجستيات كيانا محترفا ومتخصص في تدريس اللوجستيات بصفة عامة، حيث تنقسم الكلية إلى ثلاثة أقسام: قسم إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، قسم إدارة لوجستيات التجارة الدولية، قسم إدارة لوجستيات النقل. وأيضاً تعد الكلية مركز تعليمي وبيت خبرة للتميز في مجال الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تم تصميم البرامج التعليمية في الكلية لتلبية احتياجات طلابنا على المستوى المحلي والدولي. وتفخر الكلية وتتميز باختلاف وتعدد ثقافات طلابها، مما يستلزم تحديث برامج الكلية باستمرار لتلبية تنوع احتياجات طلابها. الأستاذ الدكتور خالد سقطي، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات فرع القاهرة. الكلية النقل الدولي واللوجستيات بتطرح ثلاث أقسام. في قسم لوجستيات النقل، ده يعتبر من أقدم الأقسام الموجودة في الكلية. بعد كده في قسم إدارة لوجستيات سلاسل الإمداد. بعد كده في قسم إدارة لوجستيات التجارة الدولية. وأخيرا يعني بحمد الله هنفتتح القسم الجديد في شهر 9 اللي جاي، إدارة لوجستيات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي. الحقيقة بتساعد في الطلبة في الشغل عن طريق أكتر من محور. المحور الأولاني إن إحنا بننظم الكارير فير اللي هو يوم التوظيف، نستضيف عديد من الشركات من جبهة لغاية الطالب في قلب المبنى اللي هو متواجد فيه، في الكلاس اللي هو بيحضر فيه. كل كلاس بتاخده شركة من الشركات بحيث إنه يقدر يقدم السي في بتاعته ويبدأ إن هو يلتحق بالشغل. زائد إن إحنا بنوفر فرص تدريب كتيرة جدا، يعني يمكن إحنا السنة اللي فاتت وفرنا أكتر من 476 فرصة تدريب، في حاجات منها مدفوعة الأجر، في حاجات موجودة في مصر، في حاجات موجودة في الوطن العربي، في حاجات دولية موجودة سواء كانت في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الاتحاد الأوروبي. الحقيقة الكلية ليها إنجازات كتيرة جدا. الإنجاز الأول للكلية إن إحنا حصلنا على أحدث محاكي سيميليشن موجود في العالم، ده كان بتمويل من الاتحاد الأوروبي ما يقرب تقريبا من 2,100,000 يورو. المحاكي ده بأجهزته بالكمبيوترز بالسوفتوير، ده بيدرب الطالب على أحدث عمليات التخطيط والتصميم لعمليات المواني البحرية أو في عمليات الشحن أو في النقل. أحد الإنجازات الأخرى كمان للكلية هو إنشاء القسم اللي يعتبر القسم الوحيد في مصر وفي الوطن العربي ومن الأقسام المتميزة جدا على مستوى العالم، اللي هيفتح في شهر 9 الجاي، هو قسم إدارة لوجستيات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي. برضو قيام الطلبة بعديد من مشروعات التخرج اللي هي التطبيقية واللي فيها جانب فني وجانب تطبيقي، زي مشروعات المحطة النووية في الضبعة، زي مشروعات في بعض الشركات المالتي ناشونال والإنترناشونال الدولية في المصانع الكبيرة، سواء كان من حيث تصميم المخازن أو في عمليات النقل أو في التوزيع أو في التخزين. برضو في إنجاز آخر في الكلية، إن الكلية هي معتمدة من الإيلا اللي هو اليوروبيان لوجيستكس أسوسيشن، الحقيقة اللي هو يعتبر الاعتماد الأوروبي في اللوجستيات، اللي بتمنح رخصة لخريج الكلية بدون عمل أي معادلات أو امتحانات، بيحصل على الرخصة الدولية بمجرد أن بيحصل على شهادة البكالوريوس. برضو الكلية هي يمكن الوحيدة في الميدل إيست، في الشرق الأوسط وفي مصر وفي أفريقيا، اللي بتطرح شهادات دولية ورخص دولية من جهات دولية زي الفياتا في النقل البحري، زي الـ IRU في النقل البري اللي هي الانترناشنال رود يونيون،
كمان في بعض الشهادات الحديثة اللي بنعتبر برضو هنبقى الوحيدين اللي بنطرحها، هي شهادة المهندس المعتمد في مجال سلاسل الإمداد Certified Industrial Engineer in Supply Chain، وده بالتعاون مع جامعة ميزوري ستيت يونيفرسيتي، وكل المناهج العلمية وشهادته بتطلع من هناك، احنا مجرد فاسيليتيتور للموضوع ده. كمان من ضمن الإنجازات اللي عاملاها الكلية الحقيقة هي التحالفات مع الجامعات الدولية، في تحالفات الحقيقة مع جامعة هدرسفيلد من الجامعات القديمة جدا في المملكة المتحدة، من أوائل الجامعات اللي طرحت بكالوريوس اللوجستيات، احنا بقالنا 11 سنة بارتنرشيب عاملين شراكة، الاتفاقية الجديدة حوالي 5 مرات على مدار 11 سنة، عندنا مقرب من 96 طالب أنهوا دراستهم هناك سواء في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو حتى من كل كليات الأكاديمية في مرحلة الدكتوراه. في جامعة كارديف كمان في المملكة المتحدة، جامعة ريجا في لاتفيا، جمهورية لاتفيا، في شراكات كمان مع جامعة أنترب في بلجيكا، دي من الجامعات الكبيرة جدا في مجال النقل الدولي واللوجستيات، ودول كلهم، وفي كمان مع جامعة كالبولي اللي هو كاليفورنيا ستيت يونيفرسيتي في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الاتفاقيات دي كلها وغيرها من الاتفاقيات هي بتسمح للطالب سواء بالتدريب أو بإنهاء دراسته هناك في السنة الأخيرة أو حتى ممكن في السنة الثالثة والرابعة، يعني احنا عاملين كذا موديل اللي هو 3 بلس 1 أو 2 بلس 2، يعني ممكن يقعد سنتين هنا وسنتين برا أو 3 سنين هنا وسنة برا أو في مجال الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه. أنا اسمي رغدة بهاء الدين، أنا Head of Supply Chain Department هنا في فرع الكلية، كلية النقل الدولي واللوجستيات في شيراتون. الى حد كبير هي موجوده فعلا في كل الفروع، في اسكندريه وفي اسوان وفي سمارت وفي بورسعيد، وتقريبا برضو كل الاقسام مفتوحه في كل الفروع. هو السكيلز طبعا هي ده المفروض تبقى عند اي جراديويت، يعني طبعا هو البيرسونال سكيلز بقى والبرزنتيشن سكيلز، ان هو يعرف يفكر ويعرف يحل المشكلات، لان اللوجيستيك زي اي مجال دايما هيبقى فيه بروبلمز، ودايما هو هيبقى مسؤول ان هو يعرف يفكر كويس ويعرف يلاقي حلول للبروبلمز دي. فهو لازم يبقى عنده القدره على انه يعرف يتعامل، يعرف يشتغل تحت ضغط، لان طبعا هيبقى فيه ضغط كتير. يعني زي ما قلت هو في مجالات كتيره قوي، يعني لو هو احنا هنتكلم على سبلاي تشين، فكل الشركات المالتي ناشونال هتلاقي فيها ديبارتمنتس كتيره، كل ديبارتمنت من دول الطالب بتاع سبلاي تشين يقدر يشتغل فيه. يعني مثلا في ديبارتمنت البروكيورمنت، طالب سبلاي تشين هو دارس بروكيورمنت كويس فيقدر يشتغل في البروكيورمنت. هتلاقي في ديبارتمنت البلاننج او الاوبريشن مانجمنت، يعني هتلاقيه يقدر يشتغل في الاوبريشن مانجمنت لان هو اوريدي دارس الحاجات دي. ممكن يشتغل في الوير هاوسنج لان هو اوريدي بيدرس وير هاوسنج كويس. ممكن يشتغل في بعد كده في الترانسبورتيشن لان هو برده اوريدي دارس، فبيبقى في حاجات كتير ممكن يشتغل فيها. كان في مسابقه زي الفريش كونكشن احنا السنه اللي فاتت اشتركنا فيها وقدرنا نوصل لمراكز عاليه في الريجنال فاينل. برده كان في مسابقه الايبكس برده هي زي كيس ستادي كومبيتيشن قدرنا نشارك فيها وتاهلنا يعني في اول فيز. واحنا الترم ده عاملين احنا بقى الكومبيتيشن بتاعتنا، يعني في الكليه عاملين زي كيس ستادي كومبيتيشن وفاتحينها لكل الناس، يعني سواء بقى من الاكاديميه او من بره الاكاديميه او من بره مصر حتى، فبحيث ان احنا نشجع الطلبه ان هم يبتدوا يفكروا في مشاكل، يعني في حلول للمشاكل، ويبتدوا يستخدموا بقى اللي هو الثينكينج ابيليتيز بتاعتهم. حابب اقول له ان هو طبعا لو هو حابب يعني يبقى في مجال جديد شويه، فهو انا برشح له ان هو يخش كليه لوجيستكس، لان هو بالنسبه له طبعا احنا كل الشركات لازم يبقى فيها سبلاي تشين، لازم يبقى فيها لوجيستكس، فهيفيده لو هم جاي يشتغل في اي شركه ان هو يبقى عارف الحاجات دي. اوريدي احنا على قد ما نقدر بنديهم، يعني المناهج بتاعتنا فيها كيس ستاديز كتيره بحيث ان هو يبقى مستفيد بقى من البيست براكتسز اللي موجوده في العالم. انا اسمي دكتور احمد طارق، انا خريج كليه هنا 2009 باتشلرز ان لوجيستكس. احنا ككليه وي ار فيري يونيك، لان ما فيش حاجه في الميدل ايست لسه كليه كامله على بعض بتدي في مجال اللوجيستكس. اللوجيستكس دي ان احنا ازاي نلبي احتياجات العميل بيسيكلي، تمام؟ فاحتياجات العميل ان هو عايز الحاجه موجوده ماتيريال
وذر ماتيريال او برودكت موجوده في الوقت الصح في المكان الصح. لو احنا هنتكلم على اكبر الشركات في ترانسبورت برضو عايزين نفرق, انت بتتكلم على نقل بحري ولا نقل جوي ولا انلاند, تمام؟ فمثلا اكبر شركه من اكبر الشركات اي بي مولر اللي هي تحتيها حاجه اسمها ميرسك, عارفين الكونتينرز اللي هي النجمه الزرقاء دي, عندك كوسكو, عندك هاباك لويد, عندك ايفرجرين, عندك سي ام اي سي جي ام, دول اكبر شركات ملاحيه. الشركات الملاحيه نفسها في منها نوعين, في منها الفاسل اوبريتنج يعني عندها الفاسلز بتاعتها, عندها المراكب بتاعتها والكونتينرز بتاعتها. في عندك شركات تانية ان في او سي سي نون فاسل اوبريتنج اللي هو بيكون عندهم الكونتينرز بس, يملكوا الكونتينرز بس. وعندك تحت ده تمام وسطاء, دول اللي احنا بنسميهم فريت فوروردرز. عندك شركات كتير جدا فريت فوروردرز. الفريت فوروردر ده دوره ايه؟ ان هو عندك كاستمرز كتيره هتشحن بس مش هتاخد كونتينر على بعضه, حلو؟ فهو يروح عامل ايه؟ هو يشتري كونتينر على بعضه بس, هو بقى اللي يروح مقسمه على العملاء اللي هتشحن, بنسميها ال سي ال اللي هو لاست ذان كونتينر لود, فاهم؟ فعندنا وسطاء كتير, عندنا شركات كتير قائمه ان هي بس دورها ان هي ايه؟ وسيط. احنا عاملين اتفاقيات مع شركات كبيره في الكلام, وحتى كل من انجازات الكليه الحاجات اللي احنا بنفتخر بيها يعني ان احنا عاملين اتفاقيات مع جامعات بره ان الشهاده بتاعتنا متعادله من عندهم, بحيث ان الطالب وقت ما يحب ان هو في نص الدراسه يحول ويكمل تعليمه هناك كل الكريدتس اللي هو درسها عندنا بتتعادل له. فاحنا عاملين الكلام ده مع جامعه هادرسفيلد, دي الجامعه اللي انا متخرج منها. عاملين الكلام ده مع جامعه اسمها انتورب في بلجيوم. انا ريجولر بيسس بنعمل هناك حاجه اسمها سمر انترنشيبس, طلبه بتطلع من عندنا تدرس هناك كورسز على مدار 3 اسابيع, وبعد كده ده بيتعادل لها هنا, ممكن يتعادل لها بماده, ممكن يتعادل لها ببراكتيكال تريننج اللي هي عملت كده براكتيكال تريننج على حسب هم نوع الاكتيفيتيز اللي هم عملوها هناك في الجامعه ايه. انا انصح الناس ان هي تخش جاستكس بشده, لان الكومبيتيشن اللي موجود في الماركت كخريجين بقى رهيب. عندك الجامعات الحكوميه بتخرج اعداد رهيبه من الطلبه, اعداد رهيبه من الخريجين كطب كهندسه كاعلام انما مش هتلاقي جامعه حكومه بتدي لوجيستكس. انا كرولوس رز, انا في سنه رابعه, انا في كليه لوجيستكس قسم سبلاي تشين. انا اخر سمستر الحقيقه انا جي بي اي 3.92 اكشلي. انا مصنف العاشر العالم في السبلاي تشين, سفير مصر سلاسل الامداد في المجلس العالمي سلاسل الامداد. يمكن الاربع سنين دول كانوا اكتر وامتع اربع سنين قضيتهم في مرحلتي الدراسيه, المراحل الدراسيه كلها يعني. لكن الكليه الحقيقه ممتعه يعني, انا شايف ان المجال جديد وفرصه كتيره, والناس اللي شاطره فيه او اللي بتدرسوا عددها قليل, في حين ان الفيلد نفسه فيلد كبير جدا. ف opportunity كويسه يعني ان الواحد يجوين such field يعني. حري محمد طارق, الترم الثاني لوجيستيك. معاك محمد ناصر محمد, سبلاي تشين. مثلا ممكن اقول لك من المميزات الاكاديميه هنا اللي انت الدكاتره بيساعدوك, المواد مش كومبلكس قوي زي ما انت متخيل. بس بيعملوا تريننجز على حسب انت عايز ايه وكده, وبيبتدوا يشوفوا الدنيا معاك يعني انت عايز تنزل فين والكلام ده كله, بيبتدوا يظبطوها. وهم عندهم تريننجز كويسه جدا, لسه ما جربتش بس انا سمعت يعني, ودكاتره عامه والمعيدين والكلام ده كله كلهم بيساعدونا. وكمان يعني ميزه في الاكاديميه هنا ان المعيدين صغيرين في السن فقريبين مننا, فدي ميزه حلوه ان انت تعرف تتكلم معاه او كده. هو انا داخله في كذا ستودنت اكتيفيتي, روبن واي واي بي واناكتس والكلام ده كله, وكله بقى بيعمل حاجه معينه يعني. مثلا اي واي بي بتبقى عشان اهالي بولاء, اناكتس عامه بتبتدي تشتغل على بروجكت والكلام ده كله, بينزلوا برده يشوفوا الناس اللي محتاجه والكلام ده. روبن بيبقوا بيشتغلوا اكتر على الحاجات اللي هي الكترونكس شويه يعني, زي الغواصات والكلام ده كله, فكل حاجه ليها حاجه. يكفينا فخرا بأن الأكاديمية هي النموذج وهي المثال الناجح للعمل العربي المشترك, أشرف بذلك ونعتز أيضا بأنه مطمئنا إلى مستقبل التعليم والتدريب البحري في الأمة العربية بعد ما شاهده من إمكانيات هذا الصرح العربي المتميز
الذي نفخر ونعتز به، ونعهدكم أن يظل دائما في مقدمة الجامعات العالمية، وأيضا يقوم بدوره كبيت خبرة عربي متخصص. ترحب بكم الكلية لتكونوا أعضاء بها لتشاركون حماسنا وتطلعاتنا المستقبلية وإنجازاتنا وقدراتنا الكبيرة على مواكبة العصر الحالي في جميع أنحاء مصر والعالم العربي والشرق الأوسط وأفريقيا.